اعرفش ايه الاسباب بالظبط. يمكن بعت ورق ال استاذ عمرو الجنايني قلت له يعني ان نادي الزمالك واقف بره المندوب بتاعه وما دخلش. بتمنى ان اعرف الاسباب ان شاء الله. بيقولوا ان في كشف في الورقه بتاعه التفويض، يعني ده الكلام. انا معايا التفويض، رئيس النادي ماضي ومختوم بشعار النادي ومدير عام النادي ماضي، مستوفي كل الشروط. هل المشكله في انضاء المستشار المطلع عليه ولا مستبعدها؟ ما هو يعني هو المستشار المطلع رئيس النادي، يعني طبيعي ان هو يمضي عليه. انا بتكلم على خلفيه القرار اللي صادر من لجنه. ما هو القرار ده مش ليه اليه التنفيذ، ولا هو القرار ده اي حد ياخد قرار بينفذه لوحده؟ طبعا له اليه التنفيذ. ليه اليه التنفيذ؟ واحنا في دوله، والدوله دي بيحكمها حكومه محترمه هي اللي صاحبه الشأن. يعني اتحاد الكوره، يمكن انا شفت اللائحه بتاعته من ضمن البنود اللي فيها انه بيرعى مصالح الانديه بتاعته. طبعا. اعتقد ان الرعايه مش مظبوطه. استاذ عمرو جنايني هو اللي بيقدر يساله.